بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الدقائق البسيطة نتكلم عن مخطط الانسياب، أو كما يسمى أحيانا خارطة سير العمليات أو فلو تشارت. ما هو وكيفية استخدامه؟ هو مخطط يتكون من أشكال معينة تصف الترتيب المنطقي والانسيابي لتدفق وتسلسل العمليات من البداية إلى النهاية، وهي تحتوي على أسهم تصف كيفية تتابع وتسلسل الأنشطة وتحدد نقاط القرار وترتيبها، حيث يستخدم بكثرة في مجال حل المشاكل وكذلك في مجال البرمجة. وهو يعتبر من أحد الأدوات الأساسية في مراقبة الجودة. لو نظرنا إلى الشكل التالي وجدنا أن الأشكال البيضاوية تمثل في خارطة سير العمليات تمثل بداية وتمثل أيضا النهاية. إذن البداية تكون بشكل بيضاوي والنهاية كذلك. الشكل المستطيل يدل على عملية حسابية أو process، بينما متوازي الأضلاع يوضح مرحلة إدخال input أو مرحلة إخراج وهي output. الشكل المعين يوضح دائما قرار، مرحلة قرار decision، يعني نعم أو لا. إذا كان نعم له إجراءات أخرى، وإذا كان لا له إجراءات أخرى. أما الأسهم فهي تمثل توضح اتجاه وتتابع هذه العمليات. لو أخذنا مثال مبسط كيفية رسم مخطط الانسياب للشخص من خروجه للبيت إلى وصوله إلى العمل، بداية العمليات أو تبدأ بالخروج من البيت بشكل بيضاوي إلى انتهاء الوصول إلى العمل. بعد ذلك، بعد ما يخرج من البيت يتأكد من الوقت، هل هو الوقت قبل الساعة السابعة أو بعد. إذا كان الوقت الساعة السابعة فما فوق، فإذن يذهب بالباص طبعا من خلال تجربته خلال زحمات الطريق. إذا كان الوقت قبل الساعة السابعة مثلا يذهب بالقطار، وهذا الشكل المعين هو شكل قرار، يعني مرحلة قرار. هذا شكل مبسط على مخطط الانسياب.